وجهت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدين بضرورة استمرار العمل الجاد للانطلاق بالثقافة المصرية وجميع ألوان الفنون إلى آفاق أرحب، تأكيدا لريادة الوطن وتهيئة المناخ للفنانين والمبدعين لضمان تدفق وغزارة كافة أشكال الإنتاج الثقافي والفني. وخلال اجتماعها بأعضاء جمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، أضافت إيناس عبد الدايم أن الثقافة المصرية نجحت للمرة الأولى في تاريخها في تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية واستمرار العمل الجاد للانطلاق بالإبداع إلى آفاق أرحب.